على مدار 50 عاما أصبحنا خبراء في رؤية المستقبل وسعينا وراء حلم أكبر لبناء حياة. كانت الانطلاقة الحقيقية في منتصف التسعينيات حين قدمت مجموعة طلعت مصطفى مدينة الرحاب لتكون أول مدينة متكاملة يشيدها القطاع الخاص. ثم في عام 2006 قدمت مجموعة طلعت مصطفى مدينتي، مدينة عملاقة حيث انصبت فيها كل الخبرات والإمكانيات لتصبح نقطة تحول فارقة وتقدم نموذجاً جديداً للحياة المتكاملة. تمت الاستعانة بأكبر مكاتب الخبرة العالمية في تصميم وتخطيط مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية. مجموعة طلعت مصطفى تفخر بكونها جزءاً من منظومة السياحة المصرية، حيث تمتلك عدداً من أرقى الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر، وتديرها واحدة من أكبر الأسماء لسلاسل الفنادق والمنتجعات في العالم. على مدار أكثر من 50 عاماً اكتسبنا فيها ثقة أكثر من 800,000 ساكن، وشيدنا فيها أكثر من 120,000 وحدة سكنية. طورنا أكثر من 400,000 متر مربع مشروعات تجارية. واليوم وبما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم ورؤى مستقبلية، تقدم مجموعة طلعت مصطفى مدينة جديدة متكاملة بالعاصمة الرياض لتكون فخر الشراكة وتبادل الخبرات والرؤى. 50 عاماً مضت شيدنا فيها مدنا متكاملة شكلت لأجيال كاملة أسلوب حياة. مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.